طريق مكرفصة ما فيها ما تشوف ما فيها حالة ما شاء الله طريق ما خيبة ضربها الله وما كاين ما ما كاين انت تشوف فساقين الماء دروكانيين قتلنا لا تشو قتلنا اسمو لا سبيطار لا الطوموبيل ديال الاسعاف لا وتقول ما كاين والو ما كاين حتى شي حاجة ما كاينة وقاعدين شي مخارة يكذبوا علينا صافي كيضحكوا علينا لا كل شي قوم عندنا ما داروا معنا حتى شي قاعدة ما داروها معنا راه مكرفصين مرتين محنين والله يمشي واحد الراجل هو هنايا هو اللي عنده البير ومشي تيسدو يا عباد لا تقتل لا تش راه ما شاء الله وصافي الا مشى قال لهم راه ما كاين والو ما كاينش الماء راه الناس تموت بلا تش يعني الماء دابا اللي كتعد البير راه 8 كيلومتر انا ضرب لكم من الكره جاي لهنا ها انت تشوف ها هو فين ها الماء فين ساقي ما عندنا البير انتم غادي تمشوا لي غادي تشوفوا كل شيء داك الشيء على عينيكم دابا اللي بيتسقي الماء من الدار للبير شحال من كيلومتر راه ماشي 4 كيلومتر شي 4 كيلومتر 4 كيلومتر وما تزيد راه حنا مكرفصين محنين ما شاء الله وصافي وباركين يكذبوا علينا شي كذوب ها كذوب خاوي ما شاء الله السلام عليكم اليوم كيف ما كتشوفوا الخوت اليوم حنا غنمشيو لهنا للبير قدام غنمشيو نسقوا البير هانتوما كتشوفوا بشحال بعيد من هذا البير هذا وراه لا اختار هذا الراجل هذا محسن هذا راه ما كاين عندنا فين نمشيو نسقوا ما كاينش شي بلاصه اخرى من غيجينا الماء علاش الجماعه ديالكم ما دايركم لا ما دارنا وتقول شي حاجه كيما شفتوا الاقوال ديال دوك الناس اللي كذبوا وقالوا راه كاين عندكم الماء وكاين هذا شي سيده الرئيس قال لك عطانا وراه ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء الماء راه فعلا كاين تيوم الناس تفارضوا فواحد النسبه ديال القدر ديال الفلوس تقريبا جاتنا شي 500 درهم لواحد وكل شيء الناس عطاوها وراه انتم تشوفوا الماء مازال ما كاين لا ما لا والو صاحبي وقال لك الرئيس حنا خمسه الناس في قبيله كامله هي اللي هي مستافده كل مستافد باش فين مستافدين عندي 75 عام انا ما نجبرتو قدر في الدار مستافدين حنا وين هاد المستافدين استافد الرئيس خمسه الناس هما المستافدين قول اي ما مستافدينش حنا ضايعين بزاف هاد الراجل المسكين خلات الاستاذ ديالو تحرقت دالي عطينا الكداد الناير خلاها على حساب المواطنين قال لك الرئيس خمسة الناس هما اللي مستافدين القديم ديال الصويرة كامل 13 مرة كيمشي هذاك اللي قال لهم مستافد راه خمسة ديال الصباح لقاه واحد الدري جاي من الكريم جاي من الكريم لقاه ساقي في الكرويلة ساقي معمرها بالبرامل هذاك الراجل هذاك الراجل الكبير اللي قال لهم راه حنا عندنا الماء وعندنا مشاو داروا التيو وراه هذيك التيو راه واقيلا دايرينها شي طونه في السطاح ولا شنو هي هما كيقول لك عندنا الماء ولقينا حنا كنا غاديين في الخدمة هذيك النهار في الصباح مع ديك الستة ولا السبعة لقيناه مبكر منين جاي جايب ساقي من الكريم منين ساقي وشوف هو كان في دوار سديله في الزاويه في كاين كيقول لكم راه كاين الماء وكاين هذه ما كاينش شي ماء وها السيد اللي لقاه هو هذا
وهاد الناس اللي كيقول لك الرئيس عطانا التيو، هاد الناس كل شيء، كل الارمالات بعدا وكل الايتام كل شيء، كل شيء هاد الناس ساهموا 500 درهم للواحد وحفرنا روسنا، وهاد التيو ملي دايز وراه الدهر ملي طالع عطانا جوج الكيلومتر، ما نكذبوش نكونوا واقعيين، عطانا جوج الكيلومتر اللي عطانا، ما عطاها هي ماشي عطاها لينا ديالنا، اش غيعطينا هو ولا عطي الله. وكيقول لك السي هو الرئيس عطاهم الماء طلع للظهره، واش الماء واش التيو ديال 25 غيوصل لينا الماء ل 6 كيلومتر ديال الماء ديال الطريق؟ ما يمكنش، ما يمكنش ال 25 تدفع لك الماء 6 كيلومتر ديال الطريق. ويلا نوريكم التيو فين مدفوع، حنا شرينا 32 هما رابطين لينا من السقايه فيها ال 25. راه ما يضحكوش علينا، كاين دلائل وكاين، راه هاد الشيء راه كاين البونات ديال هاد التيوب اش شارينا، راه دابا بقات لينا شهر ونكملوا العام باش هاد التيوب اش دفناه. هاد الشيء عيب، هاد الشيء هاد الشيء ما يقبلو حتى شي واحد هاد الشيء. وهاد الناس اللي كتشهد زور راه حشومه عليهم، حشومه على ربعات الناس يمشي يقول لك انت دويتي تايتو يجي يضرب لك كل شيء في الزير. استافدنا مناش مستافد مناش؟ السيد اللي كيقول لك اودي جات لابيلانس خلصوا بماله الخاص، تبارك الله كاع هاد الشيء، هاد الشيء فيه هو ده. حنا تا سيتيرنا اللهم فتي 200 درهم لاخوها لك، هذيك الجماعه استولت على عائله، ما بقاش جماعه ديال سيدي عيسى، خصنا نسموها مع جماعه الله. هاد الناس هادو راه كيضحكوا على راسهم وكيضحكوا على الناس، راه حنا انا المراه عندي ولدت، انا المراه عندي ولدت جابها لي خطاف، المراه عندي ولد جابها لي خطاف من تانس، اقسم لك بالله العظيم الا الخطاف اللي جابها لي. فين هاد لابيلانس؟ ما كنعرفوش حنا كاع شي لابيلانس ديال جماعة سيدي عيسى هنا. عندنا حنا كاع لابيلانس. ما كنعرفوهاش حنا. هذا كيقول لك بماله الخاص. كاع هادشي جودة فيه هو ويخدمها، يخدم بعدا. بعدا ملي بغى يخدم يخدمها بالمال ديال الناس، يعطيهم الحقوق ديالهم. يعطيهم الحقوق، ما يعطيش ماله الخاص، ما بينا منه والو حنا. كيقول لك ماله الخاص هذا، ولا كيقول لك مستافدين، ولا كيقول لك كلام فارغ اصاحبي، حشومة. حشومة والله هادشي عينا وقيلاش كدينا ندوو فيه. شوما الناس راه هاجرت البلاد، راه لا هودناك بعد الدواوير هنا، راه غتلقاها الحيوط، والله تتلقاها الحيوط بالله ودك تتلقاها الخرب، هما اللي بقاو، راه اللي فيه شويه ديال ذاك راه بقى، اللي ما لقى فين يمشي راه ريح. راه حنا الطريق راك عارف، راكم غتمشوا معاه وغتشوفوها، هاد الشيء راه ما غاديش، الا قلنا لك الطريق راه باينه، راه كلشي كيشوفوا فيه الناس. حتى حاجه ما مدرقه، الشمس ما كدركش بالغربه البعدة، كيقول لك سيدي عيسى مصايبه الطريق، فين مصايبه؟ اش من طريق مصايبه؟ عيب وعار اصاحبي، عيب وعار، الناس كتكذب على الواقع، كتشوف حاجه والناس كتقول لك حشومه، والله حتى حشومه، هاد الشيء ما بقيتش قدرنا ندوو في هاد الشيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حنا عندنا مشكل ديال الماء، يعني اكبر عائق في هذه المنطقه هذه الصراحه. الماء كاينين خمسه ديال الدواور كيعانيو اكثر، كاين دوار ايت الرميتي، دوار ايت الجعيمه، ودوار ايت بنيسه، ودوار ايت الحاج بشير، ودوار ايت القريبي. هاد الناس هادو كون ما واحد المحسن جزاه الله خيرا، قسما بالله على الناس غادي يموتوا هنا بالعطش. مشكله الصراحه كنعانيو بزاف، ما شاء الله وصافي، بلا ما نقولوا شكون المسؤول على هذا الشيء. قال لك بعض الناس عندنا الماء، عندنا هذه هضره ما كاين منها والو. الماء كاينين مناطق معينه، يعني حتى هو ماشي الماء ديال شمال اللي مهم، كيجي مره وكيتقطع 10 ايام، هما بنفسهم كيجيو يسقيو عند هذا السيد هذا. اما الطريق حديت ولا حرج، راه هاد الناس دازوا مع الطريق وشافوها، يعني لا قدر الله وشي واحد كان عنده شي مشكل، مرض لساتو، شي عقرب، شي حاجه، الصراحه غادي يلقاو مشكل. لابيلانس ما كتجيش، ما كتجيش اصلا ديال جماعه سيدي عيسى الكراكي، مره خطافه كل مره والناس باش كيديباري. توا الطريق، الطريق راه مشكله، راه مشكله والله الا مشكله بالله. كاينه طريق رئيسيه هنا خاصها تكون دابا فيها الزفت، ما كاينش فيها حتى التهنه، ما كاين فيها شي، يعني الصراحه مشكله. والمشكل الاخر هو كاين بعض الناس الضوء مازال ما وصلهمش، تخيل معايا 2021 والناس ما عندهمش الضوء، ولات الناس كيقراو عن بعد، وهذه الدراسه عن بعد، يعني ما شاء الله الصراحه والله الا مشكله بالله. كاينين بعض الناس مساكن والله ما واصلهم الضوء، والله ولا واصلهم، مشكله صافي. كيفاش كاين القرايه؟ هاد الناس مساكن محرومين من الدراسه، ما عندهمش الضوء، ما عندهمش باش يشارجي حتى تليفون، ما عندهمش باش يشارجي حتى تليفون، وماشي بعاد زمان، ولا كاين قرابين للدور ب 500 متر وما عندهمش الضوء. راه مشكله هذه، راه هاد الناس هادو خصهم
المحاسبة أولا على بحال هاد المسائل هادي صراحة. وباعونا بالرد ديالاتي كلي دسنان وكاع ما دخلهم الفم وقال لها السريس مزهز لينا وعطانا تراكس علي تعمرها بشو بشي تراكس حنا باقي سالنا مولاي احمد 17000 باش لينا التراكس ما خلق التيوج شرا لنا ولد القزار 1800 متر وشرا خمسات الماكن لهادوك اللي عمروا بزوزهم وكيقولوا وزهز لينا الرئيس وزهزت لينا الجماعه واحد فيهم دمو ب 12000 لاسفي لا القسم الا داف لا بيلانس ب 12000 واليوم كيقولوا الرئيس كيخلص لا بيلانس من مالو الحور كاين شي واحد كيخلص لا بيلانس من مالو الحور هاد الشرع عيب وعار وراه جوج سقايات تما والله ما فيهم القطره وبيتو تشو تدوزو تتصوروهم وتشوفوهم يلاه وهاد الناس باعونا برات تاي راهم نسبوا علينا هاد النصب راه ما خدامش بقى في البلاد هاد الناس راه هادشي اللي كيديروه عيب وعار النصب راه ما بقاش خدام الاحتيار راه ما بقاش خدام الطريق راكم شفتوها راه ما عندناش الطريق ومسخيت الوالدين والنقل المدرسي ما عندهم فاش يمشوا ولادهم للمدرسه وكيشهدوا بالزور ويكذبوا يقولوا لا واه حنا مزهزين باش مزهزين اش مزهزين هاد الجماعه حنا باش مزهزين الطريق ما كاين السبيطار ما كاين الماء ما كاين اللي نارتها في اربعة سنين هذه ماشي علاش البطوات طايحين الكابليات ديال الضو طايحين في الطريق كيتخطوهم الناس والله ما ملقي لهم هاو ديال الكرم العيب لله الناس راه عايب عليهم وعار هذا الشيء اللي كيديروا راه عايب على هاد الناس اللي كيديروا كيطعنوا كروشهم ويبيعوا الناس برات تاع عطي حرام عليهم هاد الشيء راه ما خدامش هاد الناس هادوك الناس ربعة الناس راه منصبوا علينا هذاك الشيء راه ما خدام لينا شاي والناس ما باتوعاش ما باتفيقش افيق هو عباد الله هاد الشيء راه ما خدامش النصب راه ما بقاش خدام تكردوا مع راسكم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.